لازم تحط التاتش بتاعك انت على كل ادوارك يا مصطفى. والله لما بيبقى ربنا بيرزقنا بمخرج جميل وبيثق فيا فبحب اعمل التاتش الكوميدي. بس انا عارفه ان انت قبل ما بتدخل تصور مثلا ليلتها او قبليها بكذا يوم بتقعد انت على الدور وتكتب شويه حاجات كده خاصه بيك. بذاكر، انا من الناس اللي بتذاكر كويس جدا، يعني ما بحبش فكره ان يجي لي الدور واروح اللوكيشن اشوف هنعمل ايه، او زي ما حضرتك عارفه الموضوع بتاع إيه واحنا بنقول ايه يا جماعه والناس كتير. وبياخدوا الورق على الهواء والكلام ده. انا ما لما بمضي بقلق جدا وبيركبني هم ان انا عندي مسؤوليه تجاه المتفرج اللي انا بنيها معاه من اول ما بدات لحد دلوقتي، ان انا اذاكر كويس اطلع تفاصيل من الشخصيه. ايوه فعلا. بحيث اني لما اكون موجود في اللوكيشن ابقى البني ادم ده، مش ان انا بمثل البني ادم ده. وبتبقى إضافة للشخصية وللشخصية اللي قدامك. الحمد لله بيحصل يعني كتير. بتعمل انت حاجات او بتقول حاجات ممكن تديني مجال لو انا قدامك ان انا اقول كمان وازود حاجات طبعا بعد موافقة المخرج. احنا يعني دايما بشوف ان الورق بني ادمين لازم يعيشوا، لسه ما عاشوش، لسه موجودين على الورق. لما بيعيشوا بيبقى في كيمياء طبعا ما بيني وما بين اي حد ان شاء الله. بحس ان الدور نفسه هو اللي بيجبرنا على اننا نطلع منه تفاصيل. مظبوط. طيب انت شايف الفن دلوقتي شكله ايه يا مصطفى؟ والله يعني انت مش عايزين اقول رايي ليه؟ ما انا بحرجك. والله في اساتذه كبار جدا احنا لسه بنتعلم منهم، يعني انا طبعا لغايه دلوقتي انا بنتمي لجيل الاساتذه الكبار. استاذ عادل امام، استاذ محمود عبد العزيز، استاذ احمد زكي، استاذ يحيى الفخراني، استاذ نور الشريف. ربنا رزقني بالشغل مع استاذ نور الشريف في مسلسل عرف البحر، ورزقني بالاستاذ محمود عبد العزيز في راس الغول. زي ما انا كنت شايفهم لقيت ده في التعامل معاهم. ناس جربت كتير جدا قبل ما يعملوا بطوله. انا اتعرض عليا بطولات قلقت جدا وقلت انا لازم امشي في نفس الاتجاه بتاعته، يمكن انا اكون قديم شويه لكن انا مصر على كده، فكره التجارب الكتير واني اعمل شخصيات كتير جدا علشان اوصل لمرحله اني اقدم بطوله انا ابقى مسؤول عنها، فانا بحب الاساتذه دول. يمكن جاب بعديهم الجيل بتاع استاذ حلمي واستاذ كريم عبد العزيز واستاذ احمد السقا، برضو كانوا ماشيين على نفس المنهج ان هم جربوا كتير لحد ما بقوا بيعملوا تجارب بتاعتهم الخاصه، فانا بحب ده جدا. اللي احنا فيه الجيل بتاعنا دلوقتي بصراحه شديده جدا بحس ان احنا ايه؟ مستعجلين. شويه، يعني بحس ان مستعجلين، وبحس ان في الاخر العمل نفسه بيبقى عمل تيك اواي مش عمل دسم، مش ما بيأثرش فينا. يعني انا شايف ان الاساتذه لغايه دلوقتي بتأثر فينا بالافلام اللي احنا حافظينها. أيوة. لما بنقلب بنتفرج عليهم لحد دلوقتي، بالإفيهات القديمه قوي اللي من ايام الابيض واسود لسه لحد دلوقتي في ناس بتقولها. ما هو ده اللي بيبقى. طيب انت شايف انه انت محسن ان انا دكتور، انت شايف انت شايف انا بحاول اشوف والله يا استاذ. لا انا عايز اقول لك يا مصطفى حاجه، انا احساسي بيك ان انت ممثل سنسك عالي جدا الحمد لله، واحساسك باي شخصيه انت بتعملها بتفرض عليها مصطفى. فعشان كده انا حاسه ان انت بتدرس قوي، ما انتش مستعجل خالص. وده احتمال يكون مأخرك سنة صغيرة. والله بصي، أنا فكرة إن الناس تقول لي أنت ما خدتش حقك ده نجاح بالنسبة لي، لأن أنا خدت حقي وزيادة. أنا بالعكس، أنا بيتعرض عليا أدوار كتير جدا وببقى قلوق جدا 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 في العلاقة اللي بنيتها مع الجمهور. يمكن جمهوري اللي أنا بنيه من فترة ما بقاش اللي أنا محتاجه، يعني أنا محتاج إن يبقى مصر والوطن العربي كلها تتفرج على مصطفى بصيرية زي أي حد بيتمنى إن هو ينجح. طبعا. لكن أنا شايف إن السلمة اللي الواحد بياخدها لما بتكون فيها ثقل، شفتي الثقل دي؟ الثقل دي ده دكتور، دي دكتور. دكتور الثقل دي. الثقل دي بالنسبه لي بتاخد وقت، الوقت ده انا بالنسبه لي بيبقى تجارب كتير جدا، فلما يجي لي تجربه ما بتبقاش صعبه عليا قد ما هي بيبقى مذاكرتها اللي صعبه، لكن ما بتبقاش صعبه عليا عشان جربت كتير قبل كده. يعني بحب اجرب في السينما وبحب اجرب في التلفزيون والمسرح. مسرح؟ المسرح ما بجربش فيه، بذاكر المسرح، بشتغل مسرح. انا يعني انا خريج ادب مسرح، اشتغلت مسرح كتير جدا.